اليوم بإذن الله سوف أشرح لكم طريقة التسجيل في برنامج توكلنا خطوة بخطوة، سواء كنت مواطن ومقيم أو زائر، سواء كان عندك أبشر أو ما عندك أبشر، أشرح لكم الطريقة خطوة بخطوة. تابعوني أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي ومشاهدي قناة علي المنذري، وحييكم من جديد. هذا تطبيق توكلنا يا شباب موجود في جميع الأجهزة طبعا، وإذا أردت التسجيل فيه لابد يكون عندك أبشر. طيب لو ما كان عندك أبشر سوف أشرح لك الخطوات التي عن طريقها تستطيع الدخول إلى توكلنا. طيب إذا ما كان عندك أبشر تابع هذه الخطوات. تروح المتصفح في جوالك أو الكمبيوتر وليس تطبيق أبشر، بعد ذلك تضغط أبشر، يجيك أبشر أفراد تضغطه وتسجل دخول إلى أبشر بأي حساب، أخوك، ولد عمك، والدك، صديقك، إلى أبشر. ثم بعد ذلك تأتيك رسالة تحقق، تدخلها طبعا 34 16، ثم تضغط تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. تروح خيار خدمات، ثم بعد ذلك الخدمات العامة، ثم بعد ذلك تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا، بعد كذا تضغط التالي، ثم تعبي بيانات اللي ما عنده أبشر، تضغط رقم هوية الشخص المعرف، ثم بعد ذلك تاريخ الميلاد، ثم رقم الجوال بدون صفر، ثم بعد ذلك أقر، بعد كذا تضغط على التالي. انت كذا كملت جميع الاجراءات وفعلت رقم الجوال اللي تقدر تدخل فيه الى تطبيق توكلنا. ثم بعد ذلك نتجه الى تطبيق توكلنا، نفتح تطبيق توكلنا يا شباب من هنا، ثم بعد ذلك تسجيل جديد، هنا تدخل رقم الهوية او رقم الاقامة، ثم تاريخ الميلاد، ثم تضغط هذا الزر، ثم التالي. طيب إذا كنت زائر مثلا أو خليجي تعبي هذه البيانات كاملة، رقم الجواز، اختار الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم هذه طلعت على شروط الاستخدام، ثم التالي. ثم تأتيك رسالة نصية على جوالك مكونة من 4 أرقام، ثم تدخلها، بعد ذلك تفتح لك صفحة الرقم السري، تختار لك رقم سري مكون من 8 خانات، يكون الحرف الأول كابيتال ثم اسمول، ثم تختار 4 أرقام، بعد ذلك تسوي دخول إلى توكلنا. أول ما تحط لك رقم سري يدخلك على الموقع، ثم تفعل الموقع، تضغط موافقة، ثم بعد ذلك يدخلك على الأسئلة، عدة أسئلة تجاوب عليها بكل مصداقية، ثم يفتح معك تطبيق توكلنا. ثم يفتح معك التطبيق بهذا الشكل، وهنا تعرف حالتك للجهات المختصة أو للسكرتي، هل أنت مصاب بكورونا أو لا. يا شباب بعد كذا تروح الخدمات، تروح الوضع الحذر، ثم بعد ذلك تضغط مفعل من هنا، تضغط عليه موافق علشان يجيك تنبيه لو كنت بجوار شخص مصاب أو شخص مخالط أم لا. وهناك خاصية للنساء من خيار حسابي، تقدر تخليها إظهار صورة الشخصية أو تعتيم الصورة الشخصية للي ما تبغى أحد يشوف صورتها. انتهى درسنا لهذا اليوم، إذا كنتوا استفدتوا من هذا الشرح أرجو الدعم واللايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوني من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.